السلام عليكم، هلا والله شباب، عيدكم مبارك وان شاء الله تكونوا بألف خير. فيديو اليوم شباب هو حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة الموبايل وخاصة الألعاب أو نقول PUBG. الفيديو شباب راح يكون عن أسباب ارتفاع الحرارة وكيف أنها نتجنبهم وبعض الإعدادات في اللعبة وتطبيقين نحتاجهم لعمل خطوة لحتى نتخلص من درجة حرارة العالية في المعالج. وشي رائع آخر الفيديو إذا بدك تتخلص من الحرارة وتحسن أداء اللعبة، واللي أكيد يفيد أغلب الناس. ونبتدي الفيديو. هذا الشرح شباب راح يفيد أغلب الناس مو كلهم، لأن الموبايلات تختلف. هناك موبايلات لهم مشكل حرارة من المصنع في حد ذاته، هناك من يكون له هذا المشكل فقط إذا قام بشيء معين في الموبايل. هذا الفيديو احنا نحاول نقلل الحرارة ولو نسبيا. نروح لأسباب الحرارة. أول شيء البطارية والشاحن. يجب أن تقوم بفحص شاحن الموبايل ونسبة شحنه للبطارية، فإذا تم ترك الشاحن في الهاتف لفترة أطول من اللازم فهذا لا يقوم بشحن البطارية، بل يقوم بعملية شحن زائد تؤدي لتولد حرارة كبيرة. كما يجب عليك ألا تضع الشاحن وأنت تلعب ومشغل كثير من التطبيقات، فمن المعروف أن البطارية له عمر افتراضي يقل تدريجيا مع مرور الوقت، وهذا يقوم بقتلها حرفيا، كما أنه يؤدي إلى عدم استقرار الفولتج الخاص بالمعالج، مما يجعل المعالج يقلل من تردده أو سرعته، فيزيد عليك اللاج وتهنيق الألعاب وعدم استقرارها. لذلك من المفترض بفحص عملية الشاحن من حين إلى آخر، وإذا تبين ظهور حرارة عالية فيجب فحص كفاءة الشاحن، فيفضل أن يكون شاحن الأصلي متقليد، وكذلك فحص كفاءة البطارية واستبدال إذا كانت تالفة، طبعا بنسخة أصلية. فحتى شباب إذا اشتريت بطارية أصلية النوع لنوع موبايلك ما راح تكون مثل البطارية التي جاءت معه من المصنع، فما أدراك إذا كانت مقلدة. ونروح للشبكات والإضاءة. هي لا تستنزف البطارية فقط، بل هي تزيد من استهلاك CPU أو المعالج فتزيد حرارته أكثر، فيجب عليك تأكد من عدم تشغيل بلوتوث أو خدمة الموقع أو اتصال بيانات أو الواي فاي إذا ما أنك مستخدمه. فإذا استخدمت واحدة فأغلق الثانية. الأغطية أو الكفرات التي تستخدم لحماية الهاتف. لكن هذه الأغطية تساهم في حماية الهاتف أجل شباب، ولكنها تؤثر بشكل سلبي على حرارة الهاتف خاصة عند تشغيله لفترات طويلة، أو أن يكون الهاتف مصنوع من البلاستيك مثل بعض الهواتف الحالية، وتزيد عليه بكفر من الجلد وأنت تلعب ألعاب ضخمة مثل PUBG أو فورتنايت. وممكن أن تكون في مكان سيء التهوية، فيفضل أن يكون في مكان به تهوية جيدة مثل البلكون، وخاصة في أوقات الصيفية راح يطبخ الجهاز أكيد. فيمكن للموبايل أن يصل إلى درجة الاحتراق عند وصوله إلى درجة عالية تزيد عن 70%، فقد تتلف إحدى مكونات الشريحة الأم مثل المعالج أو البطارية، والتي عادة تكون مصنوعة من الليثيوم أو البوليمر. في مرة احترق موبايل الوالد بسبب حرارة درجة حرارة زائدة، والذي نوعه LG G4. أنا أعرف شباب موبايلات LG أبو كلب من هذه الناحية، لذلك يجب عليك توخي الحذر جيدا من مسألة حرارة الهاتف. الحين نروح للإعدادات التي تضع في إعدادات PUBG موبايل. أول شيء بالنسبة لإعادة عرض الموت أو بما تسمى Death Replay، هذه يجب عليك تعطيلها صديقي، فهذه تسوي ضغط على الموبايل وخاصة الرامات، فهي تعمل على وضع داتا مؤقتة في الموبايل، لذا للأسف عطيلها صديقي. في كلتا الحالات الهاكر شكله ما راح نخلص منه في اللعبة. نروح للناس اللي تستمتع بدقة HDR. انسى صديقي هذا الجرافيك، إذا كان موبايلك يحترق خليها على سموث أو ضعيف إذا ما بدك تحرق موبايلك داخليا. حتى إذا كان موبايلك قوي يعني رامات 8 جيجا أو 6 جيجا ومعالجك يعني 8 كور عادي صديقي، فهي تعد من أضخم الألعاب في الموبايل حاليا. نروح للـ FPS أو الفريم ريت أو الفريم باي سكند عفوا، أو بمعنى آخر عدد الإطارات في الثانية. هذه تستهلك البطارية، فإذا كان موبايلك قوي عادي زي اللوز خليها على الإكستريم، لكن إذا لعبت لوقت طويل فيا حبيبي يفضل أن تقللها بقدر ما يمكنك. ادخل مود التدريب وابتدي غير شوي شوي، وحاول تترك أقل شيء مريح للعين. نروح للأنتي ألايزن بمعنى تنعيم الحواف، والتي تقتل معالج صح. عطلها وريح راسك صديقي، ما راح تفيدك بكل أحوال، فأنت قللت الـ FPS بالفعل. نروح للإضاءة، يفضل تركه أقل شيء هيك يعني 80 أو 90%، فهي تستنزف البطارية وتعرف شو يصير بعد. نروح لآخر إعداد، عطل هذا الأخير فهو يعمل لتقليل الجرافيك على حساب عدم خسارة الفريمات، لكن أنت بالفعل وضعت أقل جرافيك صديقي. نروح لآخر خطوة شباب، هي التطبيقين اللي ذكرناهم أول فيديو، نربطهم أسفل الفيديو في الديسكريبشن تحت. للمعلومة حملهم الروابط تحت مو من جوجل بلاي، لأنهم تطبيقات مدفوعة. أول تطبيق لحتى تعطل جميع التطبيقات عموما التي لا تحتاجها طبعا بشكل مؤقت، والتطبيق الثاني هو تطبيق يقوم بتعطيل التطبيقات التي تعمل في الخلفية. هم تقريبا نفس الشيء فقط بمبدأ مختلف، وصدقني كل واحد له دور خاص، حملهم وقوم بنفس الخطوات. نبتدي تطبيق Kill APPS Pro.
بعد ما تفتح تطبيق عين على تطبيقات النظام او سيستم او بي اس، وبعدها تضغط على ايقونة بلس او زائد وحدد التطبيقات او اللعبة التي لا تريد تعطيلها. وبعد ما تختار تطبيقات اضغط اوكي، تضغط على ايقونة بلاي او ستارت لحتى يبتدي في تعطيل التطبيقات التي لا تحتاجها. تأتيك هذه الواجهة، اضغط على شو ذا سيتنج، تعطيه هذه الصلاحية وترجع للتطبيق. تضغط تجيك واجهة اخرى، اضغط على شو ذا سيتنج كالعادة، تأتيك واجهة لبعض التطبيقات. اذا لم تظهر لك مباشرة مثل اجهزة سامسونج، اضغط على خدمات التي تم تثبيتها، ابحث عن تطبيق كل اب بي اس وفعل هذه الصلاحية. وارجع للتطبيق مرة ثانية واضغط على رمز بلاي لاخر مرة. خلص، الحين انتظر لحتى يعطل التطبيقات، راح يستغرق وقت معين. كل جهاز يختلف على الثاني حسب عدد التطبيقات التي موجودة فيه. ولا تخاف، الحين اعدادات محفوظة، ملازم دائما تعيد نفس الكلام، فقط بعض الخطوات. نروح للتطبيق الثاني CPU Color، تأتيك صفحة المعلومات عن استخدام مكونات الموبايل، اضغط على اكتشف الآن، تعطيه هذه الصلاحية ثم يبدأ في فحص التطبيقات التي تستهلك المعالج. حاليا المعالج 31، يعني حرارته غير مرتفعة لأنني لم أكن ألعب. تأتيك بعض التطبيقات التي دائما تكون في الخلفية مثل ماسنجر أو فيسبوك. المهم اضغط على تبريد، راح يوقفهم واحد واحد وخلاص. والحين نروح لأفضل حل وخاص للجيمينج وعشاق اللعب. هذا هو حل مثالي، قطعة رائعة راح تحتاجها وانت تلعب ببجي موبايل أو فورتنايت. يعني كنترولر به مروحة لتبريد الموبايل، روعة، متأكد راح يفيد الكل. هذا سعره يبتدي ب $8، موجود في اغلب المواقع، علي اكسبريس، اي باي، جيربيست او بينجود، يعني بافضل سعر. ان شاء الله راح اعمل جيف اواي وراح ارسل القطعة لاحد المتابعين. فقط لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد، تعليق تحت لاعمل القرعة على الناس المشاركة، وحظ طيب للجميع. هذا هو كل شيء لفيديو اليوم، اي استفسار ضعوه في التعليقات. كان معكم اخوكم انور، شكرا على المتابعة والسلام عليكم. With the